طيب أنا يقال أن السيد كوثراني يصل الليلة أو غدا هذه التي في كل انتخابات تجري، تعتقد يستطيع أن يصلح شيئا؟ ما جاوب على السؤال. ما جاوب على السؤال. من حقك. أشكرك. ما راضي على السؤال لو تخشى أن يكشف شيئا؟ لا لا لا، يعني فرضية أنا غير مؤمن بها. إيران وين بهاي المعادلات هذه المرة؟ إيران الكل يعرف، يعني هذا أمسى بيت من الشعر الكل حافظه، يعني إيران سليماني غير إيران ما بعد سليماني. والطرف الإيراني الآن يتعامل بشكل كثير أقرب للرسمية مع الواقع السياسي العراقي، صدقا هكذا. يعني ما عاد يعني دولة جارة. يعني هسه انا اذا كتبت رسمية يعني اصبح متفرجا؟ متفرجا ويمعن بالدعاء ايضا للعراقيين. يدعينا لو يدعى لنا؟ لا، يدعينا ان نتآلف ونتكاتف ونخرج بهذا البلد بنتيجة طيبة. أستطيع القول أن التدخل الإيراني انحسر وتراجع إلى الوراء، والإيراني يتصرف تصرف دولة جارة لا يريد أن يكشف للآخرين أنه يتدخل بالشأن الداخلي الإيراني العراقي. أنت ولا تثير بي شغلات، يعني خلينها محل وياك. طيب، الدور الإيراني تراجع، وهسه الولد قاعدين يدعون لإيران من قم. هذا التراجع هل لأنه القوى التي اعتمد عليها وتعب عليها وأنفق عليها لم تعد فاعلة، أو لأن الدور الأمريكي أيضا تراجع في العراق وفي المنطقة؟ اثنين لو نختار واحد. نضيف لهم واحد. يعني أولا خيارات الإيرانيين أقدر أقول بنسبة 85% كانت مخيبة الآمال في العراق. ثانيا، أن التدخل الإيراني أصبح مكلف ومشاكل إيران الداخلية تتصاعد وتطور. بلد أيضا من حقه أن يلتفت لنفسه وما يبقى يتصرف كثورة، يبدي يقترب من أن يتصرف كدولة، وخاصة بعد مجيء السيد رئيسي كرئيس جمهورية. أستطيع القول أن الثورة والدولة اجتمعتا في شخصية هذا الرجل. ثلاثة، أمريكا. أمريكا انسحبت، بس مو انسحب كلي، انسحبت ولكنها بقيت تراقب. انسحبت ولكن ليس من دون أن توكل ملف العراق لجهات دولية وإقليمية أخرى. إيران تريد من مصلحتها أن تثبت أو تعطي الأدلة على حسن السلوك في المنطقة، فعدم التدخل السافر اللي هو كالسابق في الشأن العراقي الداخلي هو محاولة إيرانية لتقديم شهادة حسن سلوك للمنطقة، لدول المنطقة والمجتمع الدولي.